اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس والتفاعل غيخلينا نوصل 100,000 فرد في هذه العائلة بحلول سنة 2023. خيار بين يديك، نضم لحملتنا توصيل القناة 100,000 اشتراك. التشكيلة المتوقعة لفريق الوداد أمام بركان. من المتوقع أن يدخل وليد الركراكي مدرب فريق الوداد الرياضي بتشكيلته التي اعتاد على أن يدخل بها، وهي رضا التقنوتي في حراسة المرمى، العملود، فرحان، داري، عطية الله، جبران، وعبد الله حيمود الذي عوض أيمن الحسوني في المباراة الأخيرة. وسيرحل فريق الوداد الرياضي إلى مدينة بركان لمواجهة النهضة البركانية على ملعب البلدي ببركان يوم الأربعاء على الساعة 7:15 مساء، نفس التوقيت التي ستجرى فيه مباراة الرجاء أمام أولمبيك أسفي في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. نهاية الفيديو، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.